اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا غوث الثقلين، غوث الوراء، غوث الأرواح، غوث العالمين، غوث الملكوت، الغوث الأعظم. خطب بغداد، خطب الإرشاد، خطب البر والبحر، خطب الأرض والسماوات، خطب المشرق والمغرب والجنوب والشمال، خطب العرش والكرسي، وخطب اللوح والقلم، خطب الأخطاب، خطب الأولياء، خطب العالم، خطب الكونين، خطب دائرة الوجود. مرجع كل خطب شيخنا شيخ الكل، شيخ الإنس والجن والملائكة، شيخ العرب والعجم، محي الملة والشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة والدين، ناصر الملة والدين، شيخ الإسلام والمسلمين، حجة الله على العالمين، مالك أذمة المتصرفين، رئيس المحبوبين، وسلطان المعشوقين، وإمام الواصلين، وعمدة المحققين، وقدوة السالكين، وزبدة العارفين، وسيلتنا إلى الله، ونائب رسول الله، ووارث كتاب الله، وقائل قول قدمي هذه على رقبة كل ولي الله، فرد الأحباب، باذ الله الأشهب، سلطان الرجال، وسلاب الأحوال، أمر الله وفضل الله وسيف الله وخطب الله وفرمان الله وبرهان الله وآيات الله وعرش الله ومشاهدة الله، كنز الله المخزون، سر الله المكنون، صاحب المكان وإمام الزمان، إمامنا وقدوتنا وشيخنا وذخرنا وملاذنا ومأوانا وملجأنا ومولانا، خضرة أعيننا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا، أبو محمد، أبو صالح، معدن الذخائر، سيد أولياء الله عز وجل، الغوث الصمداني، القطب القباني، المحبوب السبحاني، الهيكل الصمداني، قنديل الله النوراني، جامع الأسرار والمعاني، الفرد الرحماني، الغوث القطب الفرد الإمام السيد السلطان، الشيخ عبد القادر، الحسني الحسيني، الجعفري الجيلاني، الهاشمي العدناني، صاحب الطريقة العلية السنية، الميمونة الطيبة الطاهرة المباركة القادرية، شيخ الأمة المحمدية وإمام أهل السنة والجماعة، قدس الله تعالى سره العظيم، قدسنا بسره الأكرم، ورضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا، ونفعنا من علومه الشريفة، وأفاضنا من فيوضاته العالية، ومتعنا ببركاته القدسية في الدنيا والآخرة، آمين. سقاني الحب كأسات الوصال، فقلت لخمرتي نحبي تعالي، سعد ومشت لنحبي في كؤوس، فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لسائر الأقطاب لهموا بحالي، وادخلوا أنتم رجالي، أهيموا واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري، ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في قبضة التقريب وحدي، يصرفني وحسبي بالجلال، أنا الباذي أشهب كل شيخ، ومن ذا في الرجال أعطى مثالي، كساني خلعة بطراز عزم، وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر قديم، وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا، فحكمي نافذ في كل حالي،
فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزبال، ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر قالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي، مريديهم وطب واشطح وغني وإفعل ما تشاء فالإثم عالي، مريدي لا تخف الله ربي أطاني رفعة نلت المنالي، قبولي في السماء والأرض ذوقت وشاووس السعادة قد بدالي، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي، درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي، رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي، وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمالي، نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي، مريدي لا تخف واشم فإني عظوم قاتل عند القتال، أنا الجيل محي الدين إسمي وأعلامي على رأس الجبال، أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور إسمي وجدي صاحب العين الكمال. صدقت يا بني الله، صدقت يا حبيب الله، صدقت يا سلطان الأولياء، يا برهان التسبياء، يا نائب رسول الله، يا أيها الغوث الأعظم، يا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، شيئا لله المدد لله، مددكم في سبيل الله بحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعلى وارث حاله الغوث الأعظم.